السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم، وهنتكلم بإذن الله عن موضوع من أكثر المواضيع انتشارا وشيوعا وسط مش بس الشرق الأوسط أو العالم العربي، ده وسط العالم كله، وهو موضوع قانون الجذب. قانون الجذب من أكثر القوانين اللي لاقت حظها في الانتشار في العالم بأسره، واللي جابت نتيجة مع ناس في أمور معينة وما جابتش نتيجة في أمور أخرى. وزي ما احنا عارفين طبعا، اي فكرة بتطلع للانسان لازم بتاخد حقها من التسويق، بتتعمم وبتنتشر لدرجة انها بتتحط في حد ذاتها صنم على حاجات تانية كتير هي لا تستطيع ان تنفذها ولا تستطيع ان تحققها. النهاردة ان شاء الله هنعرف معلومات مهمة جدا من كتاب الله الحق وعلم هدى للناس في هذا الموضوع، موضوع تحقيق الاشياء اللي انت بتبقى عايز اللي بتحطها في خيالك، وهل اللي بيحققها فعلا هو قانون الجذب، ولا اللي بيحقق الأشياء حاجة تانية أعلى من قانون الجذب؟ وهل قانون الجذب قادر فعلا على تحقيق كل الأشياء، ولا هو له إطار محدود جدا يقدر يشتغل فيه، وبالعكس كمان الإطار اللي هو بيشتغل فيه ممكن يشتغل على أمور شر وأنت مش واخد بالك؟ ده كله بتفصيل أكتر هنعرفه النهاردة إن شاء الله في حلقة اليوم. هو مبدئيا هما بيقولوا إيه عن قانون الجذب؟ بيقولهم ان هو انت نصه او المحتوى بتاعه، انت تجذب ما تفكر فيه وتشعر به دوما. يعني اي حاجة انت دايما بتفكر فيها او اي حاجة بتشعر بيها بتجلبها لحياتك وبتجذبها لحياتك. فلو انت بتجذب شر هيجي لك الشر، ولو انت بتفكر في الخير سوف ينعكس ذلك الخير. وبناء على ذلك عملوا منه تطبيقات كتير جدا. يعني انا لما كنت بتفرج على الفيديوهات في قانون الجذب لقيت كل واحد له نكهة وله طريقة وله معلومات خاصة، هو نفس القانون وكل واحد بقى بيقوله بطريقته وبطبخته وبالشكل اللي هو شايفه بيه. فهيستخدموه في تطبيقات كتير، استخدموه في تطبيقات الجواز، في العمل، في التوظيف، في أمور كتير جدا. وفي ناس فعلا بيجيب معاه نتيجة، لكن هما مش عارفين النتيجة دي جت من ايه. هل فعلا النتيجة اللي جت معاك جت من قانون الجذب، ولا جت من قانون تاني أعلى منه؟ قانون الجذب كده كان حاجة سطحية انت مش واخد بالك من اللي وراه. هنعرف بقى الوقت ان شاء الله تفصيل اكتر في الموضوع ده. اول حاجة مبدئيا من الاسم، هو اسمه ايه؟ قانون الجذب. يعني ايه؟ يعني انت بتجذب الحاجة ليك. يعني انا اهو وبشدها ليا. هل فعلا الانسان بيشد الحاجات له، ولا هو بيبقى ماشي والاشياء بتقابله في الطريق؟ يعني هل انا بتحرك للشيء، ولا الشيء هو اللي بيتحرك اليا الاتجاه؟ لو بصينا في القرآن هنلاقي الانسان اصلا في حياته بيتحرك الى الله، هو لا يحرك شيء ولا يتحرك الى شيء، هو في الاساس بيتحرك الى الله. وهو بيتحرك الى الله بيقابل بقى في طريقه النعم والارزاق والايات. هتلاقي ربنا دايما يقول الى ربك فارغب. يعني انت بتتحرك، انت اولا انت ما انتش ثابت وما انتش بتشد حاجة ليك، انت متحرك والاشياء بتقابلها في طريقك الى الله سبحانه وتعالى. فبتلاقي ربنا يقول الى ربك فارغب، ويقول يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. يعني انت متحرك وبتنتقل في مراحل الى ربك كدحا فملاقيه. يعني النعم كلها والعربية وكل الامور اللي انت عايزها دي اصلا هي محطات بتقابلك في الطريق، فما انتش بتشدها، لان لو انت بتشدها يبقى انت لسه في الماضي. وربنا برضو بيقول ففروا الى الله، يعني انتوا دايما بتهرعوا بتجروا الى الله من المشاكل من اي شيء، وبقول الهجرة الى الله، وفي نفس الوقت الانقلاب الى الله. يعني دايما في القرآن تلاقي الانسان ليس ثابت وانما متحرك الى الله والاشياء بتقابله في الطريق. اذا لفظ الجذب يعني انت بتبقى ثابت وبتجذب الشيء ليك ليس لفظ دقيق وليس لفظ صحيح. ده مبدئيا تحت يعني في معنى المسمى بتاعه. نقطة تانية، قانون الجذب الناس بتستعمله في ايه؟ انها تشد لنفسها حاجة كويسة. يعني ما سمعناش مثلا ان حد استخدم قانون الجذب في انه يمنع عن نفسه الشر. يعني مثلا في ناس هتعمل لك مصيبة، او انت هتخسر خسارة كبيرة مثلا، ما هو ده امر وارد في الحياة. يعني هو انت في الحياة كل حاجة، كل اللي انت عايزه انك تشد عربية او تشد جواز او تشد شركة، ما هو انت عايز حاجات تانية انك تمنع شر عن نفسك. عايز مثلا حاجة، حد ما يعطلكش، حد ما يوقفكش، عايز حاجات ترضاها عن نفسك. هل قانون الجذب قادر على انه يوقف حاجة جاية ناحيتك؟ يعني هما بيستخدموه في شد حاجة،
طب هل هو قادر على إيقاف حاجة؟ الحقيقة إن هو غير قادر على إيقاف أي شيء، يعني هو أصلا بيشد ما بيوقفش. طب أنت عندك اللي أنت حابه في حياتك، إنك تشد أكتر ولا توقف شر أكتر؟ لا، هو الحقيقة والصراحة إن الأولى في الحياة إن إحنا إيه؟ نوقف الشر إنه يجي، صح ولا لا؟ فتلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن فئة في القرآن، واحنا عاملين كورس التحصين ان شاء الله كمان اسبوع بالظبط، كورس عن التحصين بيحصنك من كل الشر بوفق ايات كتاب الله. طبعا بيتكلم عن ان اهم فئه في القران اسمها فئه المتقين. المتقين دول مش مشغولين ان هم يحققوا نجاحات او يحققوا شهره، قد ما هم مشغولين ازاي كل الامور تبقى متامنه، وازاي كل النعم اللي معايا تبقى متحصنه بالكامل وغير قابله للاختراق، الاختراق الشيطاني او البصري او ايا كان نوع الاختراق. فانت دلوقتي قانون الجذب، على قد ما هو إن كان قادرا يعني على شد شيء، هل هو قادر على إبعاد شيء عنك؟ وإحنا مطلوب مننا إن إحنا نبقى من المتقين قبل ما نبقى من المتحركين ومن اللي بيشدوا نعم ليهم، لأن النعمة لو جت، خد بالك من نقطة مهمة جدا، النعمة هي جت، وأنتوا عارفين النعمة أو الرزق أو الشيء، أنتوا عارفين إن من كل شيء زوجين، يعني الشيء بيجي له زاوية شر وزاوية خير. أنت كإنسان بتبص للشيء ده، العربية أو الزوجة أو الشهرة أو الحلم اللي أنت عايز توصل له، بتبص له من الزاوية دي، فأنت قاعد بتجذب الشيء لنفسك من الزاوية دي، من زاوية الخير. لكن أنت ما تعرفش إن ربنا سبحانه وتعالى قضى لكل شيء زوجين، خير وشر. وفي سورة الفلق بيقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن كل شيء له شر. فأنت الوقت قاعد بتجذب النعمة، بتجذب السيارة، بتجذب الزوجة، وما تعرفش إن ورا يعني القانون الجذب او اللي بيتكلموا فيه عاملين بالظبط بالظبط زي الافلام العربي القديمه. كنا بنشوف دايما في الافلام العربي القديمه ايه، البطل والبطله طول الفيلم في صراع وخنقه ومش عارف ايه علشان يقاوموا الظروف ويتجوزوا، وفي اخر الفيلم بيتجوزوا. طب وبعد الجواز يقف الفيلم. لو احنا دخلنا حياتهم بعد الزواج هتلاقي في بلاوي حصلت ومشاكل حصلت ويمكن انفصلوا كمان. هي اصل هي العبره مش انك خدت النعمه، العبره مش انك جبت السياره، العبره مش انك اتجوزت في اخر الفيلم، العبره بعد ما انت خدت الشيء، ها عامل ايه مع الشر بتاعه؟ لانه له شر، ما انت قاعد بتبص له من دي وما انتش بتبص له من دي. وده دليل ان الانسان اهبل ومش فاهم حاجه، الانسان فعلا عجول زي ما ربنا قال. الانسان قاعد بيبص للشيء من الزاويه دي، لكن خالق الاشياء سبحانه وتعالى بيبص للشيء اللي هيجي لك من الزاويتين. فلما ربنا بيدي لك النعمه بيديها لك متوازنه ما بين الامرين دول، بيدي لك خيرها وبيحميك من شرها. لكن لما انت بتشدها بنفسك بتاخد انت بقى، بتاخدها من زاويه الخير وبتتكالب بقى عليك زاويه الشر بتاع الشيء او بتاع النعمه. بالظبط الافلام اللي طلعت او الحلقات اللي طلعت عن قانون الجذب عاملة بالظبط زي الأفلام العربي، يقعد يحكي لك وكان عندي ومش عندي وعايز ويا وتعبت وتخيلت وحطيت صورة العربية في الأوضة عندي وحطيتها على اللاب وفي الآخر جت العربية، يا سلام، ويقف الفيلم لغاية هنا. لا، كملوا الفيلم يا جماعة، هو الحياة بتنتهي بالوجود النعمة ولا إيه؟ طب بعد ما العربية جت، لو تأملنا في حياة الناس دي ممكن تحصل له مشكلة. مش في بعض الناس قعد يجذب سيارة ومن بعد ما السيارة جت عملت لعنة في حياته؟ قرايبه قعدوا بيحسدوه على السيارة، قرايبه زعلانين منه ومتخاصمين معاه عشان ما بيوصلهمش بالسيارة بتاعته، قرايبه حسوا ان هو يعني السيارة بقى عملت ازعاج بالنسبة له، السيارة عملت مشكلة وخلت مش عارف عمته تزعل منه ولا خلت خاله يزعل منه ولا عشان ما بيوصلهمش بقت السيارة عملت له ازعاج. اذا ليس وجود، هما بيخلوا في قانون الجذب الحاجة تجيلك. طب بعد ما تجيلك، ربنا سبحانه وتعالى لما بيجيب لك الحاجة بيجيب لك الحاجة محمية من شرها، محمية من شرها اللي هيخلي الناس تأذيك في الحاجة دي. فدي من أحد أكبر الثغرات الكبيرة جدا اللي في قانون الجذب، إن هو أول حاجة ما بيمنعش عنك شر، مع إن ده الأولى في الحياة، الأولى في الحياة إنك تبقى محمي مش إنك تبقى معاك. ده أول نقطة. النقطة التانية إنه حتى لما بيجيب لك الشيء اللي معاك لا يحميك من شر، لأن في الآخر هو بيجيب لك الشيء ويقول لك بقى اتصرف أنت واشرب أنت وتعامل أنت، أنا ماليش أي دخل. طيب، إذا هو قانون ضعيف جدا وعاجز وبيعمل في إطار محدود وممكن يوصلك لأزمة كبيرة. هنشوف الوقت آية قرآنية بتتكلم في الجزئية دي. ربنا بيقول إيه؟ ما أصابك من حسنة، وركز بقى معايا في الآية دي وفي القضية دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، دي قاعدة بالنسبة، مش بس حكمة، دي قاعدة من قواعد علم الكتاب. بيقول إيه؟ ما أصابك
من حسنة فمن الله، دي معادلة هي. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هاي القاعدة دي أو الآية دي لو كان العلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التنمية وعلماء الطاقة وعلماء كل العلماء دول بتوع الباحثين بتوع الحاجات دي لو كانوا شافوا الآية دي كانت أبطلت عندهم كتير من القواعد اللي نشأت علشان دي، لأن عقل باطن، قانون جذب، مش عارف، كل الأمور دي بتاخد القوة والعزة من دي، من المصدر، مصدريتها أنت. فتلاقي يقول لك أنت تملك قدرات غير محدودة، أنت مش عارف إيه، الكون سوف يستجيب لك لأنك مش عارف. ربنا بيقول ما أصابك من سيئة فمنك وما أصابك من حسنة فمن الله. إذن أنت دلوقتي سبحان الله عندك نعمتين جم في حياتك، أنت بتدعي إن هما جم بقانون الجذب، ماشي يا عم، عندك نعمتين الوقت جم، مثلا زوجة وسيارة. الزوجة مثلا ربنا سبحانه وتعالى اداها لك بسهولة وبيسر، يعني مين اللي جابها؟ الله. أصل الحاجة اللي ربنا بيديها لك عشان تبقى أنت عارف المؤشر، دايما النعمة اللي ربنا بيديها لك تلقائي بتبقى جاية بسهولة وبيسر وما بتعملكش مشاكل، دي النعمة اللي بتبقى من الله اللي هي رزق طيب. لكن الحاجة اللي أنت بتبقى عانيت عما جبتها، قعدت توجه طقطق عليها وتركز عليها كتير، دي بتبقى فيها تلوث من الأنا بتاعتك. فربنا مثلا ادالك سيارة وادالك زوجة، ادالك الزوجة في حياتك بأمر سهل ويسير ومش وبتلقائية وما عملتش أي جذب خالص، أنت فجأة لقيت نفسك اتجوزت واحدة بنت حلال وبتتقي ربنا فيك وفي بيتك وزي الفل. وفي نفس الوقت ربنا ادك سيارة، ما هو كل النعم هي بتيجي منه أساسا، بس هو ادك سيارة، السيارة دي بقى سيادتك الغالية الفخمة كنت أنت قعدت تجذب فيها بعكس مراتك، مراتك أنت جات لك كده تلقائي بنعمة من الله. اما السيارة قعدت تجذب فيها فترة لغاية ما جت السيارة بتاعت الموديل ده بتاعت النوع ده. طيب دول نعمتين اهو. تلاقي السيارة بتاعتك عاملة لك مشكلة واصحابك مش عارف طمعانين فيك، او في ناس بيبصوا لها، او في ناس بيحاولوا يكيدوا عليك علشان شايفينك وصلت، لان السيارة بقت معيار انك وصلت وانت اصلا مفلس مثلا. فبدأت السيارة وقرايبك يطمعوا فيك وهكذا، بدأت السيارة تعمل لك ازعاج. ما هي النعمة بتاعت ربنا ما بتعملش ازعاج، النعمة بتبقى جاية متعادلة، متعادلة ساكنة ما بتعملش ازعاج. قول لي بقى الوقت الزوجة والسيارة انسب لي كل واحدة فيهم لمصدر، او ما انا قايل لك الآية دي. الزوجة اللي هي ما بتعملكش اي مشاكل واللي هي متعادلة في حياتك، ما اصابك من حسنة فمن الله، مش دي حسنة، من الله. السيارة اللي انت قعدت تجذب فيها وتعمل فيها وتتخيل فيها والموديل ده والشكل ده، ما اصابك من فمن نفسك. ربنا ما بيديلكش نعمة فسيئة، ربنا بيديلك نعمة حسنة. طيب اذا المبدأ بقى بتاع اجذب لنفسك، اتخيل انت، هات انت، اسعى انت، مفيش الكلام ده، الكلام ده يشتغل. ما هو على فكرة الآية دي بتدل على ان قانون الجذب ممكن يشتغل معاك في الشر، يعني انتوا بتقولوا ان هو حاجة كويس، ما هو ما اصابك، اصابك يعني في حاجة جات لك سيئة، يعني في سيئة جات لك من نفسك، يعني انت اللي شديت السيئة دي، يعني انت قادر على شد سيئة، بس ده ايه؟ سيئة. لكن ما أصابك من حسنة لها مصدر وهو الله سبحانه وتعالى. طيب في بعض الناس يعني لما لقت ان قانون يعني بتحاول تطور الموضوع، لانه قلت لكم كل واحد يتكلم في قانون الجذب يتكلم فيه بطريقة ويتكلم فيه بالنكهة بتاعته، ففي بعض الناس قالت ايه، لا يا عم احنا مش هنعمل مش هنشتغل على الاشياء وانما هنشتغل على القيم. يعني بيقول لك مثلا، يعني ده الشكل المطور اللي هم بيشغلوا بيه قانون الجذب. قال لك بدل ما انا هتخيل مثلا سياره، هتخيل بدل ما انا اشتغل على الشيء ده هشتغل على قيمه. فمثلا اتخيل الحريه دي قيمه، هبدا اتخيل ان انا حر ومنطلق وطاير ومنتعش، هبدا اركز على القيمه دي وابدا اشحنها في حياتي واجذبها لحياتي، فهي اللي تجيب السياره. ده شكل مطور قاله بعض الناس عن قانون الجذب بدعوى حاجه اسمها القيم. طيب مبدئيا بس عشان قبل ما نكمل كلامنا هقول بس معلومة بسيطة في القيم. لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى حاجة اسمها القيم، يعني القيم كده، القيم ليس لها وجود في كتاب الله. هتقوم انت قايل لي ازاي اعمل حاجة، امال كتب قيمة ودينا قيما والصراط المستقيم؟ هقول لك لحظة، هقول لك الحاجات دي قيمة، قيمة وقيم، والقيم هي عبارة عن وصف لشيء،
يعني تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ صراط صراط، يعني في صراط مستقيم. يعني ايه مستقيم؟ معدول. وقيم دي معناها اصلا متعادل، له يمين وله شمال. يعني ربنا لخص لنا معنى قيم دي، او قوام او قيامه او قيوم، حتى جاي منها يوم القيامه، جاي منها القوم، جاي منها حاجات كتير جدا. هتلاقي ربنا لخص لك في ايه، قال لك ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني ايه؟ يعني القوامة أو قواما أو قوم أو قيوم أو إلى آخره من الجذر ده كله، معناه التعادل، النيوتراليزيشن، يعني لا يمين ولا شمال. لا أنا فرحان بالسيارة اللي معايا ولا أنا مكتئب وكاره السيارة، لا أنا فرحان أو بالنعمة ولا أنا كاره النعمة، أنا في النص، متوازن متعادل. إذا القيم، لا يوجد بقى كيان كده اسمه القيم، لأن بعض الناس قالت إن في حاجة اسمها القيم، وهي بقى الحرية قيمة، السعادة قيمة، العزة قيمة، مش عارف البساطة قيمة، الوفرة قيمة، مفيش حاجة اسمها القيم. أصلاً القيم هي عبارة عن وصف الشيء، يعني لو لم يوجد ذلك الشيء ليس للقيم أي وجود، أو ليس لذلك الوصف أي وجود. فتلاقي ربنا يقول لك إيه؟ كتب قيمة، يعني كتب بتقوم إعوجاج الأشياء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج قيما، يعني قيما الكتاب بيقيم، يقول لك اهدنا الصراط المستقيم دينا قيما وذلك دين القيمة. إذا القيم ليس لها وجود بشكل منفرد. فلو أنت قعدت تتخيل الحرية، نفس الفكرة، أنت ممكن الحرية بالنسبة لك تقوم ضرب عندك مثلا حاجة اسمها العزة، أو تقوم ضرب عندك الوفرة، أو ما هي ممكن نفس القيمة زي ما أنت تخيلت السيارة وجبتها فجابت لك شر وراها، ممكن نفس المعنى ده أو الإحساس ده يجيب لك شر وراه. وبالتالي أصلا القيم، لا، أولا ليست الحرية قيمة عشان تتخيلها، هي عبارة عن معنى. ثانيا ممكن الحريه كمان يبقى لها اذى ويبقى لها ضرر، وبالتالي لما تتخيل الحريه زي بالظبط لما تتخيل السياره، فكلاهما سيان، مع ان ده شكل مطور لده، بس نفس الغلطه حصلت تاني واتكررت معانا. اصلا المفروض لما الانسان يبدا يطلب حاجه، يعني مثلا تعالوا بقى نشوف البديل، يعني ايه الكلام اللي يعوض لنا قانون الجذب والامور دي. هنتكلم ان شاء الله في البديل عن، على فكره يا جماعه الموضوع ده متشعب جدا وطويل، وممكن ان شاء الله احنا عاملين باذن الله في المستوى الثالث في الاسماء الحسنى، احنا عندنا المستوى الثاني مستوى التحصين كمان اسبوع، والمستوى الثالث شهر يناير، عباره عن امور بقى ازاي تبقى انت ماشي على المشيئه الالهيه، يعني ازاي تحقق الامور اللي بتقربك من ربنا، مش ازاي تحقق اهدافك، ازاي تبقى ماشي على تراك المشيئه الالهيه. فانا بس هقول بعض المعلومات البسيطه في الموضوع ده. ربنا بيقول حاجة بقى أحسن من قانون الجذب بكتير في القرآن، اسمها الدعاء. هتقوم انت قايل لي الدعاء، ما هو زي قانون الجذب، بس الفرق ان قانون الجذب انت بتدعي الكون، يعني بتطلب من الكون، اما الدعاء بتدعي الله. اقول لك لا، الدعاء ملوش اي علاقة بقانون، قانون الجذب اصلا ما هو الا يعني ظنون بسيطة جابت بعض النتائج وكان لها تأثير سلبي بس ما بيظهرش للناس. اما الدعاء ده قصة تانية تماما مختلفة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول لك ايه عن الدعاء؟ بيقول لك ولله الاسماء الحسنى فادعوه، ادعوه بها، يعني بالاسماء الحسنى. ما قالش بقى ادعوه بالاشياء، ما قالش ادعوه بالقيم، يعني ما تقعدش تقول الحريه الحريه، فيا رب بالحريه اديني مش عارف حاجه تزود لي حريتي، انت كده بتدعوه بحاجات ضعيفه، كده بتدعوه بوسائل. ربنا بيقول لك ادعوه بالاسماء، الاسماء هي باختصار اعلى منظومه، أعلى منظومة عامة، يعني أول منظومة في المنظومات العلم الكتابي في القرآن منظومة الأسماء الحسنى. بعد كده بعد المنظومة دي منظومة المشيئة، ومنظومة المشيئة دي هننزل منها أجزاء مهمة جدا بإذن الله في الكورس الثالث في الأسماء الحسنى. منظومة المشيئة إزاي أعمالك تبقى موافقة للمشيئة الإلهية. وتالت منظومة أو تالت سيستم أو تالت أعلى سيستم في القرآن اسمها المنظومات الإلهية أو الأنظمة الإلهية، شرحنا منها قبل كده الحمد، وشرحنا منها الدين. الأنظمة الإلهية دي زي مين؟ زي الحمد لله، الحكم لله، الخلق لله، الأمر لله، الملك لله، الحكم لله، دي اسمها أنظمة، الدين لله، دي اسمها أنظمة إلهية. شوف بترتبها كده، أسماء حسنى، نظام المشيئة، الأنظمة الإلهية، وبعد كده بقى عندك أمور كتير يعني وفق الترتيب. فنرجع تاني، فربنا بيقول لك ايه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني تخيل، وانا قلت لكم المثال ده قبل كده، مثلا انك عايز سيارة، انت الوقت عايز سيارة، جميل، ما تقولش يا رب اعطيني سيارة، ما تقولش حتى يا رب اعطيني حاجة تزود حريتي، انت برضو كده بتشتغل بالمال، لان الحرية نفسها ممكن يبقى لها اذى. ساعات تقييد الحرية بيبقى نوع من الحماية للانسان،
يعني لما انت مثلا تبقى ماشي ورايح في صحراء، ماشي في صحراء بالعربيه، وتلاقي سياج حوالين منطقه معينه، ما تقربش، ممنوع الاقتراب. فانت قلت لا يا عم انا هقرب، ده المفروض ان الصحراء بتاعت الجميع وبتاع. فرحت انت داخل كان في حقل الغام وانفجرت العربيه بيك، يبقى حريه ايه اللي نفعتك؟ اذا حتى الدعاء بالقيمه اللي هو بيسموها قيمه، اللي هي الحريه، غلط، نفس غلط، نفس الحكايه. لكن ربنا قال لك ايه بقى؟ قال لك ادعوه بالاسماء الحسنى. طيب العربيه هتعمل لك ايه؟ السيارة مثلا هتخليك تمشي بسرعة، يعني ده بيوافق اسم من أسماء الله اسمه سريع الحساب. مثلا العربية هتخليك رابط كل مصالحك ببعض، بدل ما أنت تبقى حاسس بالبعد والقطع ولسه هروح، فالعربية بتوفر لك ربط الأماكن بتاعتك، يعني ده اسم الرحيم. جميل. العربية هتديك مثلا، بتحسسك بالعزة، ما انتش هتقف تتبهدل ولا تتذلل لتاكسي ولا تفضل واقف في الشارع والناس تبص عليك، فانت محتاج العزة. يعني العربية هتوفر لك مكانة نفسية كويسة، يعني بتوفر لك اسم العزيز. خلاص انسى بقى العربية وانسى بقى القيم دي وركز، او المعاني دي، وركز بقى على دول. دول بقى يا باشا الوسيلة اللي تدعي ربنا بيهم. فربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى اهم فادعوه بها. فتقوم انت قايل له يا سريع الحساب، يا رحيم، يا عزيز، آتني وأعطني كل الأدوات اللي تسرع حركتي، واللي في نفس الوقت تربط مشاويري، واللي في نفس الوقت تحسسني بالعزة، يا عزيز، يا رحيم، يا سريع الحساب. شوف الفرق ما بين ده وما بين واحد تاني عمل نفس الحكاية، بس قاعد بقى بيتخيل عربية مثلا بي ام دبليو، قعد بقى بيتخيل بي ام دبليو ويحط صوره بي ام دبليو. طب افرض، يعني سبحان الله، شوف المقارنه. اللي دعا ربنا بسريع الحساب وبالرحيم وبالعزيز، يعني دعا بالاسماء الحسنى، يعني احنا نقول عندنا دلوقتي مفارقتين، قانون الجذب، رحت هنعمل مقارنه اهو. واحد قعد استخدم قانون الجذب وعمل صوره بي ام دبليو وعلق البي ام دبليو في بيته وفي عربي وفي موبايله وفي كل حاجه، ده عمل كده القانون ده. لكن ده واحد هنا عمل دعاء بالاسماء الحسنى اللي هي اعلى حاجه. ده اللي قعد يعمل دعاء بالاسماء الحسنى عمل ايه؟ استخدم اعلى تركات ممكنه في الكون. في الكون مين اعلى تركات ممكنه؟ يعني اعلى من قدرات الملائكه كمان، موضوع الاسماء الحسنى. لما هو دعا بالاسماء، راح ربنا سبحانه وتعالى بقى بعدها بفتره عمل ايه؟ راح عاتيله افضل سياره، مش بي ام دبليو بقى، يعني ده جذب بي ام دبليو، فبقى محصور في امكانيات بي ام دبليو، مع انه هو يمكن شخصيا محتاج امكانيات تانيه غير بي ام دبليو. ده بقى لما دعا بالاسماء الحسنى، ربنا سبحانه وتعالى راح حاطي له افضل سياره توصله بسرعه وتبقى في جواها، يعني كان ربنا بقى وسط الكون بيبدا هو يختار لك بالاسماء دي افضل سياره تحقق لك الاسماء دي، مش بقى بيختار لك البي ام دبليو بالذات، ممكن يجيب لك حاجه احسن من البي ام دبليو كمان. اذا لو انت استخدمت ده هيجي متبوع بالشر بتاعه، لو انت استخدمت ده هيجي صافي خالص نظيف طاهر طيب من الله سبحانه وتعالى. دي برضو كانت قضية مهمة، واحنا ان شاء الله بإذن من الله وبتوفيقه وبهداية منه هنعمل برنامج ممكن ينزل في رمضان الجاي بإذن الله، او هنعمله في شكل برنامج على الموقع، برنامج يعني مجموعة فيديوهات مترابطة عن الدعاء او الأدعية المحققة، مش الأدعية المستجابة، الأدعية المحققة. في تركات كده في الأدعية في القرآن محققة، اللي يمشي عليها واللي يشتغل عليها، مع إن بس يراعي بقى قوانين المشيئة وقوانين، شوية قوانين، بعض القوانين هنقول منها، ده يبقى محقق. إنما بقى تقعد تكذب الأشياء، ده بيجي للإنسان بالشر. في قضية برضو مهمة جدا لازم أتكلم عليها في الموضوع ده، وهي قضية المشيئة والإذن. بس قبل ما أدخل على المشيئة والإذن أكمل بس معلومة في الدعاء، معلومة في الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ادعوني استجب. وقال في آية تانية اجيبوا، ركزوا معايا بقى عشان دي معلومات بطلعها لكم الوقت مسربة من برنامج الأدعية مؤقتا. ربنا بيقول ادعوني استجب، وبقول في آية تانية، بقول في آية تانية ايه؟ اجيبوا دعوة الداعي اذا دعاني. ركز علشان احنا اتروج لينا في سواء في القوانين الجذب او في التفاسير ان المعنى ده معنى تاني. ربنا بيقول ايه؟ هل ربنا بيقول اجيب دعوة الداعي ولا بيقول احقق دعوة الداعي؟ تصدق ما قالش احقق، هو قال اجيب. طب ايه يعني ايه اجيب؟ اجيب يعني اديها له. هقول لك بقى مثال عشان يتضح المعنى ده. لما اقول لك مثلا سيب الموبايل اللي في ايدك، انا دعيتك دعوة اهو،
قلت طلبت منك حاجه، سيب الموبايل في ايدك، دي دعوه دعيتها لك. فرديت عليها قلت لي لا مش سايبه. انت كده عملت ايه؟ انت كده اجبت دعوتي بس ما حققتهاش. ما هو الاجابه مش معناها تحقيق، الاجابه معناها رد. فربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى له اسمين رائعين، له ثلاث اسماء في المنظومه دي. له اسم المجيب من الاسماء الحسنى، معرفش بقى المجيب ده قالوه في المنظومات القديمه ولا لا، لكن هو اسم قراني. وله اسم تاني القريب، حتى بيقول في احد الايات ان ربي قريب مجيب. ان ربي قريب يعني ربنا اقرب لك من الكون. لما بتقعد تقول للكون اعطيني سياره، لما بتقعد تقول لعقلك الباطن اعطيني سياره، ربنا اقرب لك من كل دول. فربنا سبحانه وتعالى القريب المجيب. طيب يعني ايه بقى المجيب؟ اجيب دعوه الدع. اجيب مش معناه احقق، اجيب معناها ان انا برد عليه. يعني شوف مثلا سيدنا لوط قاعد يقول لقومه انكم لا تاتون الذكران من العالمين ومش عارف، وقعد يكلمه وينصحه. فلما سيدنا لوط عليه السلام قعد يدعي قومه ويقول لهم انتوا بتعملوا حاجات غلط، يعني بيدعوهم اهو دعاء، لان الدعاء مش معناه بس طلب. الدعاء ساعات انت لما بتدعو حد يعني ممكن تسميه ادعوهم لابائهم كده. يعني الدعاء في القران له تفصيلات هنفردها ان شاء الله لاحقا. فسيدنا لوط قعد بيقول لهم انتوا بتعملوا غلط، انتوا بتعملوا. فشوف بقى الايه اللي بعدها بتقول ايه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا مثلا آل لوط من قريتكم، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يعني ده إيه؟ يعني ده الرد، مش معناه الموافقة والتحقيق. يعني هم ما حققوش طلب لوط عليه السلام، لا هم ردوا عليه. فلما ربنا يقول لك أنا مجيب، يعني أنا هرد عليك، مش شرط أحققها لك بس أنا هرد عليك. أنا هرد عليك، لا يتحدث أحد ولا يتكلم ولا يطلب أحد شيء من خالق الخلق إلا ما لازم يبقى في رد. دي من رحمة الله بعباده، لازم يبقى في رد بس مش شرط يبقى في تحقيق. تعال بقى نشوف أحد الآيات اللي بتعلمنا الرد بيجي إزاي. ما هو أنت هتطلب، أنت هتدعو، هو هيجيب، يعني هو هيرد عليه بس مش شرط يحقق لك. تعال نشوف بقى أحد الآيات اللي بتكلمنا في الموضوع ده واللي بتأكد لنا الجزئية دي بس بشيء من التواضع. ربنا بيقول إيه؟ ويدعو الإنسان، يدعو أهو الإنسان بيطلب، ويدعو الإنسان أهو، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. شوف بقى التعقيب الإلهي، وكان الإنسان عجولا. أنت الوقت قاعد بتدعي إنك تتجوز، يا رب جوزني، يا رب جوزني، يا رب جوزني السنة ده، هي يا رب جوزني، يا رب أنا قاعد بتستعجل وبتدعو. أنت خد بالك بتعمل قضية يعني، وقاعد تعمل بقى قوانين جذب وعقل باطن وبرمجة عقل باطن ودعاء كمان، يعني حتى وصلت لأعلى حاجة اللي هي الدعاء وصلت له. شوف ربنا بيعقب بيقول إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مفكر نفسك قاعد بتدعي بحاجة كويسة؟ انت بتدعي بايه؟ بجواز، هي دي حاجه وحشه؟ بتدعي عربيه تجيلك، ما هي دي حاجه وحشه. لكن خد بالك حالتك الحاليه والنعمه اللي انت بتطلبها دي، الحاله بتاعتك مع النعمه ما ينفعوش يركبوا مع بعض، ولو ركبوا مع بعض هيحصل شر وتدمير ليك. مش ربنا بيقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم؟ والله من رحمه الله سبحانه وتعالى انه الاله وانه الخالق، لو الكون ده ماشي على هوانا وماشي على طلباتنا كنا متنا من اول يوم، من اول طلب كنا هالكنا فيه. لكن الكون مش سايب، اللعبه مش سايبه. لو كان فيهما آلهة غير الا الله لفسدتا، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. لو والله لو اي واحد فينا الكون ماشي على هواه كان الكون فسد اصلا. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه شايف كل الزوايا وشايف كل الابعاد. فانت بتدعي بالنعمه هي في ظاهرها خير لكن هي في باطنها شر، فما بيستجيب، ما بيديهاش لي لكن بيجيب. ركز بقى معايا، انت الوقت بتدعو مثلا ان ربنا يديلك مثلا وظيفه، ادي الوظيفه اللي انت بتطلبها. ويدعو الانسان بالشر، انت عايز وظيفه في شركه معينه، وظيفه في شركه مثلا اي شركه، انت ملشن على دي، عايز دي، مع ان المفروض لما تدعي ربنا بالاسماء، ما تدعوهوش بحاجه كده، لا لازم تدعي بالاسماء. حتى لما سيدنا زكريا او احد الانبياء بيدعي بالخلفه كان بيقول وانت خير الوارثين، يعني بيدعي بالورث، وانت خير الوارثين. مهم، انت الوقت بتدعي بوظيفه معينه، جميل جدا، الوظيفه دي في الشركه دي شر ليك، فانت بتقول يا رب هي شر، انت ما تعرفش، ما هو انت مش عارف حاجه اصلا،
ولا احنا عارفين حاجه، هو الخالق عارف شايف كل حاجه. فانت بتقول يا رب، وقعدت بقى تعمل جذب وعقل باطن والامور دي، ويا رب اعطني نفسي اشتغل في الشركه دي. نفسي، طب ليه يا حبيبي؟ عشان نفسي اشتغل في حاجه قويه وحاجه متينه وابقى عندي خبره وبتاع. اول ما انت بتدعي ربنا من اسمائه المجيب، يعني هيرد عليك بس مش شرط يحقق لك. فلما انت دعيت انطبقت عليك الايه دي مثلا، نفترض ان التوظيفه في الشركه دي هتضرك وهتضر حاجات كتير في مستقبلك انت ما تعرفهاش. فربنا بقى بيقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يقوم ربنا يجيبك. يعني ايه يجيبك؟ جيت انت قعدت طول الليل تدعي، قعدت طول الليل يا رب يا رب الشركه اتوظف فيها، خلاص الايه هو رد عليك. تروحت بقى تاني يوم للشركه وهتعمل انترفيو، اتفاجئت ان هم ردوا عليك رد لم تكن تتصوره واتطردت من الانترفيو. ده ايه اللي حصل؟ ده اتعكست خالص. اقول لك بقى تعرف ان ده رد الله، ان هو ركز بقى معايا، لما انت دعيت انك تشتغل في الشركه، يعني انت دعيت انك تبقى في مكانه عزيزه مثلا، فلما شفت من الشركه دي الرد ده، ربنا هقول لك بقى بصيغه ثانيه، ربنا سبحانه وتعالى رد عليك، رد على دعائك، انه خلى الموظفين او بتوع الانترفيو يعاملوك معامله بالشكل ده علشان لما انت تخرج هترفع مستوى العزه عندك. ازاي هم ليه؟ يعني انا هثبت لهم ان انا اقدر من غيرهم اعمل شركه احسن من اللي عندهم. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى وصلك للي انت طلبته، اللي هو انك تبقى عزيز وانك تبقى عندك شغلانه عاليه، بس كان رده عن طريق الموقف اللي حصل. فانت مش شرط تلاقي اللي انت طلبته يتحقق، لكن ان شاء الله هتلاقي رد على اللي انت طلبته. طب ازاي اشوف الرد؟ بص بقى بعد ما انت بتدعي ايه اللي حصل، لان ربنا هيرد عليك من خلال الاشياء. ممكن تبقى بتطلب نعمه معينه فتلاقيها وقفت ما جاتش، ده الرد يا معلم. تعرف ان النعمه دي كانت مشكله فهتجيلك بطريقه تانية، او هيجيلك نعمه تانية احسن منها، ده الرد، لان ربنا سبحانه وتعالى شايف انت عايز النعمه دي ليه، وشايف النعمه دي هتعمل لك ايه. اذا اجابه الله سبحانه وتعالى ليست تحقيق لكل ما نتمنى، لان في ايه بتقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. وبقول في الايه دي ويدعو الانسان بالشر دعاءه يعني ده دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وبعدين اقول لك على حاجه، مش انت شخصيا عارف في مواقف في حياتك كان نفسك في حاجه ونفسك فيها قوي وعايزها دلوقتي او في الشهر ده، وبعدين خلاص ما جاتش، وبعدها بسنه بسنتين جات لك وبقت بين ايديك وعادي وقال ما جات هي، بس لما انت نسيتها ولما انت فكيت التعلق بيها، مش دي بتحصل؟ وفعلا اوعى تقول بقى ان الجذب جابها لك. جذب مين اللي جابها لك؟ مش الجذب اللي جابها، الايات دي هي اللي جابتها لك. ربنا سبحانه وتعالى كان مطلع انك في الوقت ده لو كانت الحاجه دي جت كانت هتضرك او كان فيها شر ليك، لان اللعبه لعبه ايه؟ شوف، خير شر، شر خير، ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير. هي لعبه الدعاء، بص الدعاء والعطاء والجذب والنعم كلها لعبه خير وشر. هل النعمه دي خير ليك دلوقتي ولا شر ليك؟ هل الزوجه دي هي زوجه خير بس هل هي ليك خير ولا شر؟ فاللعبه كلها لعبه دعاء خير او شر. فانت بعدها بفتره النعمه جات لك، وفعلا لما جات لك انت كنت متعادل ومتوازن وزي الفل والامور بقت تمام. هنا بقى مش الجذب اللي اشتغل، لا، هنا بقى حكمه ربنا سبحانه وتعالى المجيب هي اللي اشتغلت. هو رد عليك ايامها انه منعها عنك علشان الظروف تتحسن، وقد لك ظروف يديها لك في وقت تاني، فهو اجاب بس مش حققها لك في نفس الوقت اللي انت طلبتها فيه. لان انا بقول لك لو الكون ماشي على هوانا كانت الدنيا خربت، وكان الكون خرب، وكان منظومه السماوات والارض فسدت اساسا. طيب باقي بقى اقول لكم موضوع مهم جدا، يعني اتمنى ربنا يوفقني سبحانه وتعالى في اني اشرحه، لانه كبير بس عميق قوي في القرآن. في حاجة في القرآن اسمها، حاجتين في القرآن، حاجة اسمها المشيئة الإلهية وحاجة اسمها الإذن الإلهي. يعني عندك حاجة اسمها يشاء الله إلا أن يشاء الله، وحاجة اسمها بإذن الله. عندك حاجتين اهو. سيادتك مثلا عايز سيارة، شوف، عايز سيارة، عايز تتزوج، عايز بيت، دي كلها ايه؟ خاضعة لقوانين المشيئة.
ودي ان شاء الله هنشرحها، قوانين المشيئة قوانين محترمة جدا، هنشرحها في الشهر الجاي في كورس الاسماء المستوى الثالث. المشيئة دي انا بقى بقول لك اهو، قانون الجذب اللي هو مع انه بيجيب لك حاجات خطر، هو جزء صغير 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 في جزء في المشيئة، يعني ان كان اصلا له تأثير قوي، فبنقول دي قوانين المشيئة. فتلاقي ربنا يقول لك ايه، يرزق من يشاء، يبسط لمن يشاء، يهب لمن يشاء، من يشاء، فدي قوانين المشيئة. طيب عايز سيادتك تبقى رئيس جمهورية، عايز تبقى رئيس، عايز تبقى مثلا عايز تتجوز فلانة بعينها، يعني تتزوج، شوف هنا عايز تتجوز، نفسك تتجوز جواز، دي مشيئة. لكن عايز تتجوز دهي وفق ضد كل الظروف، ده بقى مش مشيئة، يعني تتزوج فلانة بعينها او تتجوزي فلان بعينه. طيب عايز مثلا تفتح مصنع كبير، تفتح مصنع ضخم، هنا عايز تفتح شركة، ايه الكلام ده وايه الفرق ما بين الحاجات دي؟ ركز معايا. في عندك في القرآن 35 خط او قطر، يعني 35 تراك او قطار متاحين لكل الناس تركب فيهم. فلو الهدف اللي انت عايزه موافق لواحدة في 35 هيتحقق. ليه؟ 35 مشيئة جت في القرآن مجانيين لكل البشر، ربنا فتحهم لنا. ربنا بيقول مثلا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بقى ده من تركات المشيئه دي. هتلاقي احنا عاملين في كورس الاسماء المستوى الثالث الموضوع ده بالتفصيل، بالتفصيل وازاي تخلي طلبك ماشي على التركات ال 35 دول. فبنقول في عندك 35 تراك كده او قطر طالعين، يعني في 35 ميعاد قطر بيطلعوا كل يوم. فلو انت حطيت طلبك او حاجتك عليهم بتتحقق فور لانها موافقه للمشيئه الالهيه سبحانه وتعالى. طيب لكن الحاجات دي، عايز تبقى رئيس دوله، عايز تتجوز فلانة بعينها، عايز تفتح مصنع ضخم، الأمور دي بقى مش في 35، الأمور دي بقى خاضعة لحاجة تانية أعلى وأدق وأصعب ومش عامة، اسمها الإذن. هنا بقى يقولك إلا بإذن الله. مش أنتوا عارفين في القرآن حاجتين يقولك إيه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني أنا بكرة رايح الشركة، أنا بكرة رايح الشركة، أنا عندي شركة وانا موجود وبكره خلاص فاضل عنه ساعات، دي تخضع لده. فلما تيجي تقول انا بكره راح الشركه او انا بكره هروح مش عارف كذا، تقوم انت قايل ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اهو يبقى اذا كل المواقف اللي انت عايزها في حياتك تخضع لتركات المشيئه ال 35. لكن مثلا الموت، وما ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الموت ان مفيش نفس هتموت إلا مش بالمشيئة بقى، إلا بإذن الله، لأن دي مش حاجة سهلة. يعني ربنا مثلا يرزقك ذكور تخضع للمشيئة، لكن تموت إمتى؟ لا دي مش مشيئة، دي مش مشيئتك يا باشا، دي إذنه، دي حاجة مغلقة. الإذن تحس إن هو إيه؟ شيء كده قفل مغلق لازم ربنا هو اللي يفتحه، لكن المشيئة حاجة مفتوحة. هديك مثال عشان نفهم المشيئة هنا، إلا بإذن الله، عشان نفهم المشيئة والإذن. انا عندي مثلا شركة وعملت في الشركة بتاعتي بوفيه، حطيت عليه جهاز لصنع القهوة وتلاجة فيها مشروبات للموظفين بتوعي. فالموظف اي موظف فيهم يقدر في اي لحظة يقوم يفتح التلاجة يشرب مي، صح؟ انا هنا سبتها لهم دي مفتوحة، اللي هو البوفيه اللي انا حطه في شركتي، فاي موظف حب يقوم يشرب قعد ما شربش عادي، انا ما عنديش اي مشكلة، له مشيئة انا سايبها له. قام شرب عصير هو حر، انا سبت له المشيئه دي. قام شرب قهوه برضه هو حر، انا مش هحاسبه على الحاجات دي، انا سايبها له مفتوح المشيئات دي، بس هو طبعا عمره ما هيجيب حاجه بره اللي انا حاطه. طيب يبقى اذا اي موظف شرب ما شربش، شرب قهوه شرب عصير، هو خاضع لمشيئتي اللي انا سايبها له. حلو. فالموظف لما يقوم يشرب ما يتنططش بقى ويقول ده انا عندي القدره على الشرب، لا يا باشا انت ما كنتش هتعرف تشرب ولا تعمل قهوه الا لما حطيت لك الجهاز اصلا، الا ان يشاء الله. هل بقى موظف فيهم، انا سبت لهم المشيئه يشتغلوا فيها براحتهم، هل بقى موظف فيهم يفكر انه عشان نجح في المشيئه انه يقوم يشرب ويعمل قهوه من الحاجات اللي انا حاططها له؟ هل بقى واحد فيهم يفكر انه مثلا يعمل قسم جديد في الشركه؟ يعني ما يجي بقى في باله يقول ايه ما اعمل قسم جديد في الشركه، لا اما اعمل صفقه باسم الشركه، هل ينفع؟ هنا بقى يقوم ايه الموضوع يخضع مش للمشيئه بقى، يخضع للاذن. لا لازم تاخد اذني، لازم انا
احط القسم الجديد طالما انا صاحب الشركه، لازم انا اللي اعمل الصفقه، لازم ابقى انا على علم بيها واوافق عليها واخليها تنسجم مع بقيه امور الشركه. انما انك عشان سبت لك جزء في المشيئه تقوم انت تلعب في جزء الاذن، ما ينفعش، مش هسمح لك بيه. ليه؟ لان ده جزء خاص بصاحب الحاجه دي. ربنا بقى سبحانه وتعالى ساب لنا 35 تراك في المشيئه مفتوحين، وفي حاجات بقى خاصه بالاذن دي مش متاحه الا لما هو ياذن بيها. انا اقول مثلا سيدنا عيسى، تتخيل ان سيدنا عيسى في القران ربنا قال في ايه واحده في حقه 4 مرات باذني؟ يعني ربنا بيقول ايه؟ تكلم الناس في المهد وكهلا، وتخلق من الطين كهيئه الطير فتنفخ فيها باذني فتصير طلق باذني، وتحيي الموتى باذني، وتكمل الاكمه والابر باذني. يعني شوف سيدنا عيسى لما كان قادر ان هو يعمل الحاجات دي مش بالمشيئه، المشيئه تركتها ما توصلتش المستوى ده، ده مستوى عالي، وبعدين ده مستوى خاص بالله، يعني مش اي حد هيعرف يعمله، لازم يبقى فيه اذن خاص، تصريح خاص من الله سبحانه وتعالى، وهو يسمى الاذن. عشان كده انت ممكن مثلا ممكن تنجح انك تفتح شركه، تتجوز، تعمل اي حاجه من تركات المشيئه، لكن تفتح مثلا مصنع ضخم تجيب فيه مش عارف بضاعه من هنا وبضاعه من هنا والعالم كله يتحرك، انت كده بتلعب في قوانين كتير قوي في الكون. فعشان كده عشان تلعب في القوانين الكتير دي بتحتاج مستوى تاني اعلى من مستوى المشيئه، وهو مستوى اذن الله سبحانه وتعالى. طبعا مستوى الاذن برضه له قوانين بس مش سهله، يعني مش متاحه زي المشيئه. قوانين المشيئه ومن برضه من رحمه ربنا ان قوانين المشيئه احنا عايزينها اصلا، يعني على فكره كل اللي انت عايزه موجود في ال 35 تراك دول، يعني ما فيش اي حاجه من احلامك في حياتك هتخرج بره دول، فما تقلقش هي موجوده بس ازاي تشتغل على 35 تراك. لكن الامور بقى الخارقه للعاده زي ما سيدنا عيسى احيا الموتى، زي مش عارف، عارفين السحر كمان اللي هي الايات بتاعت السحر اللي في سوره البقره، يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ما فيش نفس لن تموت نفس الا الموت، الضر، الحاجات الكبيره دي مش بالمشيئه. ما هو لو المشيئه بقى موجود فيها الضر والموت كنت انا اشاء مثلا ان فلان يموت يبقى يموت، ما هي ما تنفعش، الكون يبوظ. انا بقول لك الكون لو ماشي على هوانا كان باظ. فبقول ان الامور بقى الكبيره الفيصليه في حياتك، المصايب، الخساره الضخمه اللي في حياتك، الموت، دي الضر باذن الله، لازم يبقى في اذن مش بالمشيئه، يعني لو بالمشيئه يبقى الامور كلها هتبوظ مننا. فبنقول خلاصة يعني طبعا لسه في تفصيل، يعني احنا لسه في مقارنات كده ما بين المشيئة والامور، لو الامر بتاعك اتحط على المشيئة ازاي يتحقق، ولو اتحط على اذن الله ازاي يتحقق. طبعا لها تفصيل كبير عشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل في كورس الاسماء المستوى الثالث في المسألة دي. لكن نلخص بقى اللي احنا قلناه، خلاصة بقى اللي احنا قلناه ان قانون الجذب فين وسط الكلام ده؟ شفتوا القضية كبيرة جدا ازاي؟ شفتوا تحقيق الاشياء والوصول الاشياء مع الله سبحانه وتعالى كبير جدا ازاي؟ وكله متعلق بمين؟ يعني سواء مشيئه ولا اذن ولا دعاء ولا اسماء، كل ده تبع مين؟ تبع الله سبحانه وتعالى. فالله هو من لديه الاسماء اللي انت هتدعوه بها، والله هو اللي انت هتدعوه اصلا. شوف ايه من الايات بتقول لك ايه؟ بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. انت قاعد بتدعي الكون، قاعد بتدعي الفيزياء، بتقول لها يا فيزياء اعملي لي، بتقول لها، بتقول له يا علم نفس اعملي لي، قاعد بتدعي، يعني بتطلب من من الشيء حاجه، بتطلب من العلم انه يهديك لشيء. العلم، العلوم البشريه ولا خلافه، عمرها ما هتدي لك حاجه، عمرها ما هتستجيب لدعائك، لن يستجيب لدعائك الا الله. شوف ربنا بيقول: والذين يدعون من دونه، لو انت دعيت، حتى لو دعيت الملائكه، حتى لو دعيت البشر، حتى لو دعيت الكون، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء، حاطط ايدك كده مبسوطه، ليبلغ فاء وما هو ببالغه. طيب ربنا برضو سبحانه وتعالى بيقول: يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. يعني لما انت بتقعد تقول للكون يا كون انا امر الكون، انا امر العقل الباطن ان يعطيني سياره، سيارك مين وعقل باطن مين وكون مين؟ ربنا بيقول يدعو، هو الانسان قاعد بيدعو من ضره اقرب من نفعه. انت بتدعو، الكون ده ممكن يهلكك في لحظه، العقل الباطن ممكن في لحظه يبيعك، الامور اللي انت بتدعوها ضرها اقرب ليك من نفعها، الوحيد اللي نفعه اقرب ليك هو الله سبحانه وتعالى مش الاشياء. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى، هو ده اللي انت بتوجه له، لبئس المولى ولبئس العشير. اتدعون بعلا، قاعد بتدعي الكون وبتدعي العلوم وتذرون احسن الخالقين،
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ خلاصة الكلام أجيبوا داعي الله وآمنوا به. سيبكوا بقى من كل الأمور دي، أجيبوا داعي الله. من هو داعي الله؟ كتاب الله سبحانه وتعالى اللي بيدعوكم إنكم تقربوا من ربنا وإنكم تعلقوا كل الأمور بربنا وإنكم تفهموا الحياة وفق كلام ربنا. أجيبوا داعي الله وآمنوا به. خلاصة بقى الكلام، قانون الجذب وفق المنظومات الكبيرة دي لا شيء، ولو كان جاب نتيجة في حياتك كويسة فهي نتيجة محدودة، وإحنا قلنا أمور تفصيلية يجب تركز عليها، ولما تعلق أملك بالله سبحانه وتعالى كل الأشياء دي ولا هيبقى لها أي تأثير ولا هيبقى لها أي خطر عليك، ولا حتى هيبقى قدرها من النفع مقابل قدر إجابة الله سبحانه وتعالى لحياتك، لأن ربنا عارف الأشياء بخيرها وشرها، وعارف حياتك بخيرها وشرها، وعارف كل الزوايا، وبالتالي لو كان الكون في إيدينا كانت الدنيا خربت وكانت الدنيا باظت.